والا ابتدى انت قاعد وجاي ومضيع وقتي عشان تبتدي انت. طيب هي اخبارنا النهارده هتبقى عباره عن معلومات غريبه حول العالم. اول حاجه تعرفوا ان انتم مستحيل تعرفوا تدندنوا اي اغنيه وانتم قافلين مناخيركم. حد فيكم جرب؟ انا يعني ما بعمل قصص غريبه في حياتي اكيد مش عارف بس لا جرب جرب يا مؤيد يلا دندن اي اغنيه وانت قافل مناخيرك. يا انا يا نادى انا يا دا انا دندنت يا نادى لا ما تلا جربها وانت شايل إيه. لا لا شيل ايدك شيل ايدك ودندن تاني خلاص شيل ايدك نفس الاغنيه يا ليلى دانا يا دانا شفت الفرق يا ليلى دانا يا دانا ليه ما يلا بتقول يا لانا يا لانا يا لانا لا لا مره لانا اهدى نورا نورا دندن يلا لا انا ما هاجرب ليه جربي لا جربي يلا احنا كلنا هنجرب لا جربي يلا هو ده المطلوب ان انت يبقى عندك زكام يلا انا مزكي يا ماما ايه ده طب يلا يا لانا انت طب ثانيه شو بدي اعمل غنيه قولي الاغنيه اي اغنيه في اغنيه انت بتغنيها على طول لا مش هقولها طب يلا جربي عشان اقول لكم ايه السبب يلا عن جد هي مش عارفه تتكلم اصلا طب انا عايز افهمكم هو ايه السبب ان يا جماعه انتوا لما بنيجي ندندن الهواء هو الوحيد اللي قادر على الخروج بالصوت من المناخير فلما بنيجي نقفل مناخيرنا الهواء بيبقى مكتوم فاكيد مخارج الحروف كلها بتتدمر عشان كده المغنيين كلهم هم بيدرسوا فوناتكس وفوكاليز فبيتدربوا ازاي تبقى مخارج حروفهم وازاي ياخدوا نفسهم مع الغنى بس ثانيه شهلا انت عملتنا كلنا نغني انت ما عملتها لا عشان نادر عشان انت نادر طيب انا كمان عندي معلومه غريبه بس خبرتها لنادر تحت الهواء فراح اخبركم اياها نورا ومؤيد اوكي يلا اوكي الاخطبوط عنده 9 عقول و3 قلوب 2 من القلوب وظيفتهم بس نقل الدم لورخ رشيم الحيوان بوقت انه القلب الثالث بيحافظ على تدفق الدم لباقي الاعضاء لانه بتعرف عنده كتير ايدين وعنده الاخطبوط كمان 9 ادمغة والعقل الرئيسي بيشتغل على عمليات التحليل وصنع القرار وهيك والثمانيه الباقيين بيساعدوا حلوه يا حلو بس مؤيد عرفت ليه انا مؤيد عرفت ليه انا في موسم 1 لبست الاخطبوط مش من فراغ انا بما اني طيب الشاشه قاعد اقرا عن الاخبار شويه اقول لكم كذا خبر غريب قراته قبل شويه بيقول لكم عن هي يا جماعه استنى مؤيد نور عندها خبر قول يا نور عندي خبر يضحك ويفكر نفس الوقت حابه اقوله عشان انتوا اخباركم مره مهمه خلوني اقول خبر مهم معلش يا مؤيد معلش يا مؤيد خلي نور قول يا نور اتفضلي طيب تعرفوا انه رواد الفضاء ما يقدروا يبكوا في الفضاء لانه في جاذبيه ترى مره يحزن ويضحك شو الدموع ما تنزل تطلع على فوق الدموع تروح فوق هو ده خبر ولا نكته يا سكتت خبر ده ما يكمل كامل يا مؤيد معلش احنا اسفين تفضل انا معلومتي يعني فيها بكاء ولا اي شيء بس بقول لكم انه حقول لكم عن اكثر حرب سارت في التاريخ هي بين سلطنه زنجبار وبريطانيا وصارت في اغسطس 1896 بتقولوا لي قديش استمرت هذه الحرب يعني سنين ولا شهور ولا ايش انا بقول لكم في مصادر بتقول انها استمرت 38 دقيقه في مصادر بتقول 40 دقيقه بس المصدر اللي أكيد إنه ما زادت عن 45 دقيقة هذه الحرب وانتهت بعد بس أنا بدي أفهم إنه كيف عيروا يعني إنه شو هي نقطة الانطلاق ونقطة الانتهاء هي كانت حرب ولا كانوا بيسلموا على بعض بس كانت حلقة لايف ستايل ولا كيف هو كان قتلوا حاجة يلا الحرب بدأت بكده خلص